يقول: تقدم الرجل لبنتي كيف لي أن أعرفه إن كان رجلا صالحا مستقيما؟ عن ماذا أسأله؟ لا تسأله هو، أسأله بس عن مطعمه ومشربه، هل يأكل من الحلال أم يأكل من الحرام، يأكل من الربا لا يأكل من الربا، واسأل عنه جيرانه هل يصلي أو لا يصلي، هل هو عاقل أبويه أو ليس بعاقل، بس